أعمال المسلمين وسيدات الأعمال كذلك من 50 دولة. أوباما وعد باستضافة القمة أثناء خطاب تاريخي ألقاه في القاهرة في حزيران يونيو الماضي، دعا فيه كذلك إلى بداية جديدة في العلاقات بين واشنطن والعالم الإسلامي. فهل ينجح هذا الاجتماع في تذليل العقبات نحو انفراج جديد في العلاقات بين الجانبين؟ تطبيقا للوعود التي قطعها في خطابه في القاهرة، ها هو الرئيس يعزز علاقة الشراكة مع العالم الإسلامي من خلال قمة لرجال وسيدات الأعمال يشارك بها 250 مشارك من 50 دولة، أغلبها دول مسلمة من إندونيسيا إلى النيجر. هناك مشاركون من كل العالم، مسلمين وغير مسلمين، وعندما نتحدث عن وفود من فنلندا أو النرويج فإن بعض المشاركين في الوفد هم مسلمين، من المهم أن يكون هناك تبادل للمعلومات بين الجميع. الإدارة ترى أن المبادرات الفردية لرجال وسيدات الأعمال هي محرك مهم للاقتصاد، وهي تريد إطلاق القدرات الكامنة من خلال كسب خبرات وتبادل معلومات بين الوفود. فمثلا كانت وعد من رام الله التي أقامت شركة للمناسبات وبأسهم للمشاركين وهي في سن 17، وكانت بوني من إندونيسيا التي أقامت محطات توليد كهرباء، وكان هناك وفد نسائي سعودي مهتم بالبيئة. أنا لاحظت إنه إحنا اللي جايين من السعودية إحنا أصغر بنات بصراحة موجودين، فأكيد إحنا نتعلم من الخبرات ومن من كل خبرات من كل الناس جايين من جميع العالم. جاي من جدة من السعودية، جاي مشاركة بالبروجكت البيئي إتس كولد نقاء، وهو نقاء انفيرمنتال انتربرايز، إتس أباوت ويست مانجمنت أند انفيرمنتال أويرنس. عندي شركة اسمها فينك، هي جزء من شركة رمان كمباني. نحن وير فوكست، هدفنا نحن بتشجيع الشباب من خلال ويب سايت ومجلة، بحيث إنه تدعم روح المبادرة وتدعم المواهب اللي عندهم هي. وسيناقش المؤتمر تحسين الحصول على رأس المال وتمويل برامج الابتكار والتبادل التكنولوجي. هذا وسيلقي الرئيس أوباما كلمة المؤتمر في نهاية هذا اليوم على أن تتركز الفعاليات على الجانب الثقافي والاجتماعي يوم غد، عدا عن مشاركة كبار المستشارين في الاقتصاد من البيت الأبيض أيضا في هذا المؤتمر يوم غد. نادية البلبسي، NBC، من قاعة المؤتمر، واشنطن. طبعا لدينا المزيد في هذه النشرة. المغرب يفكك